لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي المنتخب التونسي نظيره المنتخب الجزائري في الدور الربع النهائي لمسابقة كأس العرب للشبان المقام حاليا بالسعودية، وضمن كلا المنتخبين التواجد في الدور الربع النهائي بعد التأهل في المركز الأول من دور المجموعات بـ6 نقاط. وتعد المواجهة بندية كبيرة بين كلا المنتخبين، وذلك لحسم التأهل إلى الدور النصف النهائي في مسابقة كأس العرب للشبان. وتقام المواجهة بين كلا المنتخبين يوم الأحد القادم 31 يوليوز انطلاقا من الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وذلك في الدور الربع النهائي لمسابقة كأس العرب للشبان المقام حاليا بالسعودية. للإشارة، المواجهة بين كلا المنتخبين ستنقل على قناة الرياضية العراقية بالإضافة لقناة الرياضية السعودية الأولى.